ونتابع الآن تسجيلات صوتية لبعض أفراد أسرة المدون فاضل بريكا. يا المجرمين في الجبهة، يا المجرمين في الجبهة، احنا الله والشريعة المحمدية. هذا ماثل حبس الرجالة، هذا ماثل البط، هذا ماثل القتل، هذا عاد تشويه العائلات. اياك ماكم بعد قابضين وماكم قابضينها مع راجل، اياك مو بالراجلها بويغة تمشي له صورها. وحرام عليكم وشين وفضاحة يا الجبهة، وطاحت سمعتك بالتشويه. الفاضل حبستوه، لكن الرجالة اقتلتوه، لكن الرجالة والرجالة حبسهم ما ينحبسوا، ما هو الأبطال ولا يفقى حد ولا يطيضوا. يا غير برايك تشويه، احنا تقبطوا قعدتونا وجرطتونا الخلع ساعد وخليتونا مجمعين بذيك الحال. حناتي ما قد جبنا تشويه لأخوتنا ولا لأبواتنا ولا لأماتنا ولا لقبيلتنا ولا عشيرتنا. وتتطيط الكوجي البيضة متاع محمد متاع باطل محمد سالم، قصروها ودقدقوا جاجها وداروا التراب فاسمو، قلعوا المغطيين تاع الزيف ديك وعمروهم التراب يقام فترة كانت هاي الأولى. الثانية تيوت البث فيك ألا كيف أنهم قال لي الطفل كيف أنهم تباركوا معاها، جات مرصفة الشرطة عليهم، جات دخل عليهم الشرطة جبرهم بدأوا اللاف فوتس محمد سالم دقدقوها. والله كيران التنقل، الكيران ذوك تاع البحث اللي يردوا فيهم الناس الصحافة ويتنقل فيهم الصحافة كسروهم. الوتة لا قال لي كيف أنهم قبل دبوس خبطوا كبونها بيها، والله حديد والله شيء، والله خبطوا واحد من تفها والله ليت خبرانية، جات الشرطة مرصفة عليهم جاتهم وحربوا عنها.